منها كتاب جامع الأمهات، وهو هذا الكتاب ويسمى أيضا بالمختصر الفرعي. أهمية هذا الكتاب، هو أصل من أصول المالكية، هو تفسير كامل للمذهب المالكي في أقواله في مسائله. عدد المسائل كم؟ 66,000 مسألة يحويها هذا السفر الجليل في أصوله، وهو مختصر من 60 ديوانا من دواوين العلم. تم شرح هذا الكتاب بعدة شروح، منها شرح ابن دقيق العيد، منها شرح خليل صاحب المختصر، منها شرح الشيخ عيسى بن مسعود المنقلاتي الزواوي، الذي يقال أنه حفظ المختصر الفقهي للشيخ خليل في 3.5 شهور حفظ هذا الكتاب.